السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في مادة اللغة العربية ودرسنا اليوم بعنوان القرية المنتجة. انشغلت القرية طوال الأسبوع الثلاثة الماضية في تنفيذ حملة نظافة الشوارع، حتى أصبحت الشوارع جميلة ونظيفة. وذهب ونيس برفقة أصدقائه إلى قصر الثقافة في مساء الأمس، وقد وجد الجد جالسا يقرأ في صحيفة، ونجح الشباب في تنشيط حركة البيع في سوق القرية الأسبوعي، وذلك عندما عرضوا ما تنتجه الأسر المنتجة في السوق. وأساس النجاح في الحياة كما ذكر الجد سالم العمل القائم على التخطيط الجيد، ويجب على كل شاب منكم أن يسعى في طلب العلم وأن يشتغل بالمشروعات الصغيرة التي تصبح بفضل الله يوما كبيرا يوما ما. وكان يباع في سوق القرية كما قال شاكر المنتجات المحلية التي شارك في صناعتها الشباب والأسر المنتجة. أما اقتراح شاكر أن يمتد بيع هذه المنتجات إلى المعارض التي تقام في المحافظة أو في القرى المجاورة، وكان رأي زاهر يقول لو عرضنا هذه الأنشطة ترويجية وثقافية في يوم السوق، وكان أنسب الأوقات لإقامة السوق والمعارض كما ذكر ونيس في الأعياد وأوقات جني المحاصيل الزراعية وشهور الأجازات. وكما قال الجد سالم سيتم الإعلان عن هذه الأنشطة بتوزيع مطبوعات ونشرات، و سيشارك في كتابة المطبوعات والإعلانات مريم وهدى. تعال معي نتعرف على التدريبات. ظلت القرية طوال الأسبوع الثلاثة الماضية منشغلة في تنفيذ حملة نظافة الشوارع، ولا أستطيع أن أصف لكم جمال شوارع قريتنا الآن. هات مرادف ظلت أي استمرت، ومضاد نظافة قذارة، ومفرد الأسابيع الأسبوع ب فيما كانت القرية منشغلة في تنفيذ حملة نظافة الشوارع. ج متى ذهب ونيس وأصدقائه إلى قصر الثقافة وماذا وجدوا؟ ذهبوا في مساء الأمس، وجد الجد جالسا يقرأ في صحيفة. ما أساس النجاح في الحياة كما ذكر الجد سالم؟ أساس النجاح هو العمل القائم على التخطيط الجيد. وأخيرا سؤال يجيب عنه الطالب، كيف سيتم الإعلان عن هذه الأنشطة كما قال الجد سالم؟ وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.